الماضي علمي. هي مروحية مجهزة بمعدات خاصة تقوم بضخ كميات من الماء المقطر لتنظيف العوازل الكهربائية في خطوط الضغط العالي. عملية التنظيف التي نحظر جانبا منها تمس الخطوط ذات التوتر العالي التي تربط محطة توليد الكهرباء لكاب جنات بمركز تحويل الكهرباء ببدوى ولاية بومرداس، والذي يزود العاصمة وولايات عدة بالكهرباء. التنظيف تحت الضغط بواسطة طائرة مروحية، تقنية جد حديثة أدخلت منذ 3 سنوات في استراتيجية الشركة الجزائرية لتسهيل شبكة نقل الكهرباء لمواجهة مشكلة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. هذه التقنية لها عدة مميزات، من بينها ضمان النوعية الجيدة للخدمة، أي لا بون كاليتي دو سيرفيس، لتفادي الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وكذلك سرعة في تنفيذ الأشغال. ويجدر الذكر أن إنجاز الأشغال بالإليكوبتر يعادل عمل 11 فرق صيانة يوميا وبأقل تكلفة. عمليات التخلص من التلوث المؤثر في أداء العوازل الكهربائية تتم باستخدام تقنيات حديثة أخرى، تتمثل في الدراع الآلي المتحكم بالعامل الأوبراتور، وهي تقنية جد حديثة. الدراع هذا يركب على شاحنة، ظهر شاحنة، وكذلك فوق المروحية، ويقومون بتنظيف العوازل الكهربائية في أقل وقت. وبجهد بدني كبير يستمر أعوان سنالغاز وبطريقة كلاسيكية في تنظيف معدات نقل التيار الكهربائي لضمان أيام قادمة دون انقطاعات.